الحمد لله يظل من يشاء بظل عرشه وظل رحمته وظل رأفته وكنفه يوم لا ظل إلا ظله. نسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وشاب نشأ في عبادة الله. خص الشاب بالذكر لأنه أكثر عرضة للانحراف والشهوات ولدواعي الشيطان ودواعي النفس الأمارة والدنيا الغرارة، فإذا نشأ في طاعة الله حتى يكبر عليها كان عند الله تعالى بمكان عظيم، يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. مرحلة الشباب من أهم بل هي أهم مراحل عمر الإنسان. قال أبو العتاهية: بعد أن بلغ من العمر عتيا وكبر سنه عريت من الشباب وكان غضا كما يعرى من الورق القضيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. الشباب نعمة لمن اغتنمه ونقمة على من ضيعه. لنا في كل حلقة أنموذج من الذوات والأفراد الذين ظهرت فيهم صفة من الصفات الموجبة للاستظلال بظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. في هذه الحلقة سنستعرض شيئا من أخبار الإمام أبو محمد سهل ابن عبد الله التستري رضي الله عنه وأرضاه. كان إماما عالما صالحا، لكن سنأخذ من سيرته هذه النشأة المباركة، هذه النشأة الصالحة، كيف نشأ وشاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى. كان له خال اسمه محمد بن سوار. محمد بن سوار إمام عابد صالح تقي. تربى إمامنا سهل بن عبد الله في بيت خاله، وكان خاله يعلمه ويربيه وينشئه النشأة الصالحة. قال: كنت صغير وأنا ابن 3 أو 4 سنين أقوم في الليل وخالي يصلي وأتحرك وألعب وأمشي هنا وهنا، فيقول لي خالي: يا بني لقد أشغلتني، اذهب إلى فرشك ونم، وأنا لا أستعذب النوم. ثم بعد أيام قال لي خالي: اذهب إلى فرشك وقل، وأنت تتقلب في الفراش وأنت تقلب نفسك في الفراش، قل: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي، الله قريب مني. ردد هذه الكلمات. فأخذ سهل يرددها وهو على الفراش، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، وهو ابن 4 أو 3 سنوات. قال: فجئت إلى خالي فقلت له: إني أفعل ذلك الذي علمتني. فقال لي: قلها في كل ليلة 11 مرة قبل أن تنام. فكنت إذا أتيت للنوم وأنا في فراشي أردد بتدبر وأقول: الله معي، الله ناظري، الله شاهدي، الله قريب مني. قال: فوجدت لها بعض الحلاوة أعجبتني. فلما كان بعد ذلك بسنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك، احفظ الذي علمتك من الدعاء ومن الذكر، ودم عليه إلى أن تدخل القبر، كل ليلة ردد هذا: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي، الله قريب مني. فلم أزل على ذلك سنينا، بلغ 5، 6، 7 عليه. قال: فوجدت لها حلاوة في سري وصرت آنس بها وأرتاح بها. قال: ثم قال لي خالي: يا سهل، من كان الله معه، من كان الله ناظرا إليه، من كان الله شاهده، من كان الله قريبا منه، أيعصي؟ قال: فاستحييت من ربي وقلت: لا، لا يعصيه. قال: فاحذر أن تعصي الله وحذر أن يراك حيث نهاك. قال: فبلغت من العمر 6 سنين
فأرادوا أن يأخذوني إلى المعلم يعلمني في المعلامة. فلما أخرج فأرى الأطفال يلعبون ويتحركون والناس يهذون، يتفرق علي ذهني ويغيب عني الصفاء والراحة التي كنت أعيشها. فقلت لهم إني لا أريد أن أذهب للمعلم، ما بالك؟ قال إنه شدد علي همي. فاتفقوا معه على ساعة يذهب إلى المعلم فيها يقرئه مباشرة ثم يعود إلى البيت. يحكي عن نفسه سهل بن عبد الله قال: فحفظت القرآن وأنا ابن 6 أو 7 سنين حتى حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وكنت أصوم الدهر من صغري، كل يوم أصوم اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث وهكذا، وقوتي خبز الشعير إلى أن بلغت 18 سنة. إلى أن بلغت 18 سنة من سن الطفولة وقد نشأ بهذه النشأة المباركة. عندما بلغ 18 من السنين قال: وقعت لي مسألة فاستأذنت من أهلي أن أرحل وأسأل العلماء عنها. قال: فسألت علماء البصرة فلم أجد من يشفي لي غليلي، حتى دللت على عالم يكنى بأبي حبيب اسمه حمزة بن عبد الله العبداني، فسألته عنها فأجابني وأقمت عنده مدة وانتفعت بكلامه، فرجع إلى بلاده وكان يصوم ويقوم الليل، ثم تفرغ لعبادة ربه وأخذ يسير في الفيافي والقفار والجبال يعبد الله تعالى، ثم عاد إلى بلده مرة أخرى وعاش هكذا. وكان مثالا للشاب الذي نشأ على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم كان يقول في كلامه: العمل بغير اقتداء بقدوة تقتدي به طاعة كان أو معصية هو من عيش النفس ومن شهوة النفس، والعمل بالاقتداء بالمتابعة ثقيل على النفس يثقل على نفس الإنسان. رضي الله عنه وأرضاه، هو شاب نشأ في عبادة الله سبحانه وتعالى، سهل بن عبد الله التستري، رباه خاله محمد بن سوار، حتى توفي سهل بن عبد الله في سنة 83 و200 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن كنا أن نريد أن نرسل رسائلا من هذه السيرة العطرة فهي رسالة إلى كل مربي: كيف تربي ابنك؟ كيف تربي بنتك؟ هذا سهل بن عبد الله، رباه خاله محمد بن سوار فجعله بهذا النموذج، جعله بهذه المكانة، فكيف بنا في تربية أبنائنا وبناتنا؟ هل نعلق قلوبهم بالله؟ هل نعلق قلوبهم بمراقبة ربهم على الدوام وبالحضور معه على الدوام؟ الله ناظري، الله حاضري، الله شاهدي، الله قريب مني. اللهم وفقنا للخير وعصمنا من كل شر وضير، واجعلنا من الشباب الذين نشأوا في عبادتك وتظلهم بظل عرشك وما لا ظل إلا ظلك، برحمتك يا أرحم الراحمين.